هذه 4 سنين وطلعة في 5 سنين وحنا يا في هذه القضية هذه ديال القضية ديال باب دارنا غير باش دازت الاستئناف هذه دابا 6 شهور باش دازت غير الاستئناف وباقين ما يعني باقي حتى الجلسات ما بداوش مع الأسف الناس ما غاديش نبقاو نقولوا ونعاودوا دائما يعني الشعب المغربي راه ولا عارف الرأي العام راه ولا عارف القضية ديال باب دارنا اللي ولات معروفة على ربما راه خرجت الحدود ديال المغرب لأن كاين ضحايا اللي هما خارجين الحدود الضحايا ديال باب دارنا ما كاينش غير في المغرب بوحدو كاينين في تقريبا بزاف ديال الدول ديال العالم المطالب ديالنا حنايا اللي تنطلبوا بها من البدايه منين بدات الدعوه ديالنا وحنا تنطلبوا بحاجه وحده وهي ان الفلوس ديالنا بغيناهم ما بغيناش نضيعوا في الفلوس ديالنا علاقاش فلوس صحيحه اللي مشات عباد الله فلوس صحيحه الناس خدموا برا والناس دمروا لداخل والناس دخلوا الفلوس من برا والناس دمروا لداخل وعطاوهم للسيد اللي نصب علينا ومن بعد وحدين هزوهم وخرجوهم لبرا كي داروا هاد الفلوس هادو حتى خرجوا لبرا كي داروا حتى خرجوا حنا بغينا نعرفوا كيفاش خرجوا فلوسنا من المغرب خرجوا لبرا كيفاش داروا توصلوا لبنما حنا دابا الشيء الوحيد اللي تنطلبوه هو فلوسنا يرجعوا لينا كاينين ايادي خفيه اللي تتحاول انها تماطل القضيه باش الناس الضحايا يملوا فعلا كاينين اللي ملوا كاينين اللي مرضوا كاينين اللي ماتوا والبقيه اللي باقيه باغين حتى هي انها تملوا تمشي بحالها حنا ما غاديش نملوا ما غادي نمشيو حتى نديو الحق ديالنا حنا غادي نجريو الحق ديالنا اما غادي ناخذوا الحق ديالنا واما غادي نمشي غادي ما عرفناش كاع النهايه ديالنا شنو يمكن تكون اليوم تقدم واحد المحامي الله يجازيه بالخير بالطعن في التاخر هذا اللي كاين اللي تتعرفوا القضيه ديال باب دارنا والسيد القاضي الله يجازيه بالخير كذلك تقبل هذا الطعن هذا ووعد بان القضيه يعني غادي يحاولوا ان في الجلسات الجايه ان شاء الله غادي يكون خاص كل شيء يكون مستعد انه يقدموا الدفاعات ديالهم يعني سواء الدفاعات ديال الضحايا او الدفاعات ديال الناس اللي نسموا لها الضحايا تنقولوها وتنعاودوا مرات ومرات عباد الله حنا ما بغينا حتى شي حاجه حنا ما غادي نستافدوا والو من السجن ديال هاد النصابين ما غادي يفيدنا حتى بشي حاجه حنا حاجه وحده هي الفلوس ديالنا فينا هي الفلوس ديالنا بغيناها ترجع الفلوس ديالنا بغينا ناخذوها لانها فلوس صحيحه يا عباد الله فلوس صحيحه ماشي اموال اللي هي قليله فلوس اللي هي صحيحه تتوصل حتى 60 مليار 60 مليار كي دارت خرجات من المغرب كيفاش دارت خرجات شكون اللي خرجها اذا اللي خرجها خصو يعاود يدخلها وحنا امنا في العداله ديالنا اكيد العداله ديالنا حنا عندنا ثقه فيها وعارفين بان الملف ديالنا في ايادي امينه جزاهم الله بكل خير عارفين بانهم غادي يجريوا وراء المصلحه ديالنا وغادي يدافعوا لنا على المصلحه ديالنا ولكن تنوجهوا نداء لكل من هو ممكن انه يفيد هذه القضيه بشي حاجه وكل من هو ممكن انه يساعد الضحايا في استرجاع الحق ديالهم انه يمد يد المساعده